بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية مجال الإنتاج الحيواني والداجني طلبة الصف الثالث الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة على مادة حيوانات اللحم. طبعا احنا على مدى الحلقات الماضية كنا تحدثنا في منهج حيوانات اللحم عن الصفات الشكلية لحيوان اللحم وإيه هي أهمية حيوان اللحم، ثم أيضا تحدثنا على السلالات ماشية اللحم الموجودة عندنا في مصر أو موجودة في العالم العربي أو على مستوى العالم. قلنا في هناك حيوانات متخصصة في إنتاج اللحم، وقلنا في حيوانات خليطة في إنتاج اللحم، يعني ثنائية الغلط بين إنتاج اللحم وإنتاج اللبن. ثم تطرقنا إلى إزاي إن احنا هنقدر نشتري حيوان اللحم، ثم قمنا بعملية التسمين من الرعاية والتغذية وتقديم العلائق لحيوان اللحم إلى أن وصلنا إلى نهاية التسمين لحيوان اللحم. وما بوصل لعمر التسمين لحيوان اللحم سواء كان 400 كيلو أو 500 كيلو بالنسبة للحيوانات المصرية، أو 800 كيلو إلى طن أو طن ونص بالنسبة للحيوانات اللي هي الأجنبية، بنقوم بعد ذلك بعملية الذبح داخل المجازر أو داخل السلخانات الموجودة على مستوى أنحاء الجمهورية. في النهارده في موضوع حلقتنا النهارده هنسترجع مع بعض نشوف ايه موضع الاسئله اللي هي ممكن تيجي لسعادتك في الامتحان. طبعا انت عارف ورقه الامتحان ممكن يجي لك اسئله في صوره علل، ممكن يجي لك اسئله في صوره صح او خطا، ضع علامه صح او خطا امام العباره الموجوده امامك، فانت بسعادتك بتنقل العباره كامله الى كراسه الاجابه وبتضع عمليه صح او تضع خطا امام العباره اللي هي موجوده. كذلك أسئلة أكمل برضو لازم تحط موضع الجملة، ثم تذكر بعد ذلك الموضع الكلمة اللي هي اللي انت هتكملها في أسئلة أكمل، ثم أسئلة المقال. يبقى إذا هنتعرف مع بعض النهاردة على مجموعة أو أشكال مختلفة من الأسئلة، زائد إن في عندي أسئلة صل، يعني ما يجي لك مثلا في صورة جدول صل من العمود ألف أو من العمود سين إلى ما يناسبه من العمود صاد. إن شاء الله النهاردة هنشوف أول سؤال أو أول نوعية من الأسئلة بالنسبة لمادة حيوان اللحم، وهي أسئلة صح أو خطأ. يعني يقول لك إيه السؤال؟ ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. فأول نقطة عندي ماشية البراهمة، ماشية لها سنام عضلي واضح أعلى منطقة الكتف، هل ماشية البراهمة لها سنام؟ واحنا طبعا عارفين يعني ايه السنام، اللي هو المنطقة اللي هي فوق اعلى كتف الحيوان تبقى مكتظة بالدهون، هل هذه الماشية لها سنام عضلي واضح؟ طبعا انا شايف زميل بيقول فعلا ان هذه الماشية لها سنام عضلي واضح. طيب النقطة الثانية السانتا جروترودس، ده نوع من الحيوانات، هذا النوع من الحيوان تكون بالخلط بين الشورت هورن والبراهمة، إذا الإجابة عندي هنا إيه؟ إجابة صحيحة. لو تطرق إلى نقطة أخرى اللي هي نسبة التصافي، بتصل نسبة التصافي إلى 65 ل 70% في حيوان الشارلوليه، وإحنا عارفين إن حيوان الشارلوليه حيوان فرنسي، هذا الحيوان بيتميز بإن نسبة التصافي فعلاً عالية، ساعات بتصل إلى 65 إلى 70% من وزن الحيوان عند تمام عملية النضج، أي عند تمام تسوية وتسمين هذا الحيوان، إذا الإجابة عندي هنا إيه؟ إجابة صحيحة. طيب الهرفورد مقاوم لمرض السل، ولكن بعض أفراده تصاب بمرض سرطان العين، هل الإجابة دي عندي صحيحة؟ طبعا الإجابة عندي فعلا صحيحة، زي ما زميل بيقول الإجابة هنا صحيحة. نشوف نقطة أخرى، هذه النقطة عبارة عن إيه؟ حيوانات اللحم مستهلك جيد للأعلاف الخضراء والجافة، هل إن حيوان اللحم بيستهلك الأعلاف الخضراء والأعلاف اللي هي الجافة؟ طبعا الحيوان اللحم بيحول هذه الأعلاف الخضراء والأعلاف الجافة إلى منتج داخل جسم الحيوان، هذا المنتج اللي احنا بنسميه اللحم، إذا الإجابة عندي إجابة صحيحة. طيب حيوان اللحم بيساهم في تخصيب الأرض الزراعية، طبعا احنا عارفين حيوان اللحم بيساهم
بتساهم بنسبة كبيرة جدا من خلال عملية الأسمدة اللي هي الأسمدة البلدية في تخصيب الأرض الزراعية وإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى. يبقى إذن إجابة عندي هنا إجابة صحيحة. حيوان اللحم اللي هو الأصيل، هل هو بيتميز بأن الجسم مثلثي الشكل؟ طب لو كان حيوان اللحم بيتميز بأن الجسم مثلثي الشكل، ما الحيوان اللبن بيتميز بإيه؟ إذن الإجابة عندي هنا إجابة خاطئة، لأن الحيوان اللحم عبارة عن برميلي الشكل على شكل متوازي مستطيلات. إذن الإجابة عندي هنا إجابة خاطئة. السيمنتال، وده نوع من انواع الماشيه الثنائيه الغرض اللي هي نتجت او نشات او تربت في سويسرا، هل هو السيمنتال من الحيوانات او من اقدم الحيوانات اللي نشات في سويسرا؟ طبعا الاجابه عندي اجابه صحيحه. نشوف نقطه اخرى برضو من الاسئله. حيوانات اللحم زي ما قلنا مستهلك جيد للاعلاف، كذلك ان هو بتساهم في تخصيب الارض الزراعيه، بيتميز ان الجسم مثلثي، لا اجابه خاطئه. اما السيمنتال طبعا من انواع حيوانات اللحم اللي هي نشات في سويسرا. هنا برضو عندي تاني في ماشيه البراهمه، يعني انت في زميل سبق فعلا بالاجابات كلها صحيحه، لان لما يجي لك سؤال وتطرق لك سؤال حاول تحل السؤال اللي هو دايما شغال معاك وهو اجابته سريعه وتنقل على السؤال الثاني وبعدين تفكر في السؤال الاول تاني مره اخرى. ماشيه البراهمه ماشيه لها سنام عضلي واضح بيكون اعلى منطقه الكتف ونهايه الرقبه. البيف ماستر ده نوع من انواع الحيوانات اللي هي الاجنبيه، نتج بالتزاوج بين زهور البراهمه وابقار الهرفورد. يبقى انا جبت مثلا ذكر من البراهمه مع ذكر من الهرفورد، اذا الاجابه عندي هنا صحيحه. يبقى ده تكون البيف ماستر بين البراهمة مع إناث الأبقار الهرفورد. اختيار عجول التسمين من الأمور الهامة لنجاح مشروعات التسمين. طبعا احنا عارفين ان اي مشروع تسمين او عندما تختار مشروع لإنتاج التسمين لازم تختار الحيوانات اللي هي ذات دلالة واضحة ومتميزة بالنسبة لحيوان التسمين. اذا الإجابة عندي هنا صحيحة. القواطع اللبنية الثمانية بالفك السفلي يتم تبديلها بالقواطع المستديمة خلال الأربع سنوات الأولى من عمر الماشية. طبعا احنا عارفين عندي الثنايا ثم الرباعيان ثم السداسيان ثم القارحان، دول الثمان أزواج من القواطع اللي هي موجودة، دي بتستبدل فعلا خلال الأربع سنين الأولى من حياة الحيوان. إذن الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. في عمر 2 إلى 2.5 سنة للماشية بيظهر الرباعيان، يبقى هو جاب لك السؤال تاني بصيغة أخرى، في عمر 2 لـ2.5 سنة بيظهر الرباعيان. لما أجي أقدر عمر الحيوان لو أنا لقيت إن عند الحيوان دوت في أربع الأسنان اللي هو في القواطع اللي موجودة في الفك السفلي لقيتهم أربعة موجودين، يبقى أقول الحيوان ده عمره فعلا أربع فيه الرباعيان موجودين، يبقى عمره من 2 إلى 2.5 سنة. في مرحلة الشيخوخة، لو انا جيت في مرحله الشيخوخه، احنا عارفين مراحل بناء الحيوان اللي عندنا، في الحيوان بيمر باربع مراحل، من هذه المراحل في عندي مرحله الشيخوخه، هل بلاحظ ان معدل زياده اللي هو البناء في جسم هذا الحيوان بيكون اعلى عن معدل الهدم؟ طبعا في مرحله الشيخوخه الحيوان خلاص قرب لحياته الانتاجيه، فمعدل البناء بتاعه بيقل، لكن بيزيد بعد ذلك معدل الهدم بالنسبه لهذا الحيوان. اذا الاجابه عندي فعلا اجابه خاطئه. تسقط جميع الأسنان المستديمة عندما تصبح الماشية مسنة. لو أنا عندي بقى عايز أقدر عمر الحيوان ولقيت الحيوان كبير في السن موجود قدام مني، أعرف إن إزاي إن هو الحيوان ده كبير في السن؟ لو لقيت الأسنان كلها اللي هي فك الحيوان السفلي غير موجودة، فعلا أعرف إن الحيوان دوت مسن وكبير في السن. إذن الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. تقدر نسب مكونات العلف بقسم الطحن بمطاحن الاعلاف. احنا عارفين مصانع الاعلاف بيمر بها تكوين الاعلاف من حيث الخامات اللي هي داخله في عمليه التصنيع، ثم فرز هذه الخامات من حيث الصلاحيه، ثم بعد ذلك بتخش لمرحله التقطيع، بعد مرحله التقطيع بتخش لمرحله اخرى وهي مرحله الخلط اللي هي التنسيب. يبدا ينسب يجيب مثلا حوالي 200 كيلو دشيشه ثم 100 كيلو نخاله الى اخره من الفيتامينات عشان يقدر يكون، دي بيتم فعلا في عملية الخلط أو عملية الطحن بالنسبة للأعلاف. إذا الإجابة عندي هنا إجابة خاطئة.
هنا بيقول لي ضرورة أن يتناسب سعة المسكن مع أعداد وكثافة الحيوانات. طالما في شال في إجابة هنا عندي صحيحة، لأن أنا أما أجيب حيوانات موجودة عندي لازم أشوف عدد الحيوانات اللي هي موجودة عشان أشوف المسكن اللي هو يقدر يتلائم أو يسع لهذه الحيوانات، يبقى إذن الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. طيب ارتفاع الكفاءة التحويلية للغذاء في الأعمار الصغيرة، يعني إيه ارتفاع الكفاءة التحويلية؟ يعني الحيوان مثلا هيكون لي مثلا في المراحل هي الصغيرة من عمر الحيوان أو من بداية البناء بالنسبة للحيوان، إن هو بياخد كفايته من الأغذاء ومعدل الكفاءة التحويلية على تكوين جسمه طبعا بيكون بيزيد في مرحلة الأعمار اللي هي الصغيرة عن مرحلة الأعمار الكبيرة. إذن الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. يتم ترقيم الحيوانات التسمين بمجرد وصولها الى المزرعه. طبعا انا عشان خاطر اجيب اشتري حيوانات تسمين، النهارده نزلت اشتريت مثلا حوالي 10 15 حيوان، يبقى انا عايز افرق بين كل حيوان، يبقى بعد ما وصول هذه الحيوانات بيتم اجراء العمليات المزرعيه عليها، من ضمنها عمليه ترقيم لهذه الحيوانات. يبقى انا بدي لكل حيوان رقم معين عشان يدل على شخصيه هذا الحيوان، اشوف ان الحيوان ده بعد ذلك زاد في معدل البناء او ان هو قل من في معدل البناء، عشان اقدر اقدر له كميه العليقه واقدر ازود له واشوف مدى استجابته لعمليه التسمين او لعمليه التغذيه. اذن الاجابه عندي هنا اجابه صحيحه. كلما تقدم الحيوان في العمر بتقل كفاءه تحويل الاغذيه. السؤال ده يمكن عكس السؤال اللي هو ارتفاع كفاءه التحويليه. كل ما الحيوان تقدم في السن او تقدم في العمر بتقل كفاءه تحويل الاغذيه. يعني مثلا انت سنك مثلا حوالي 20 سنه، كفاءه تحويل الاغذيه بتاعتك بتقل عن لو انت صغير عندك حوالي 7 8 سنين، معدل الكفاءه التحويليه للاكل اللي انت بتاكله بيتحول الى جسمك عشان تقدر ان تبني عمليه اللي هي البناء بالنسبه لجسم الانسان. اذا الاجابه عندي اجابه صحيحه. نشوف نقطة برضو اخرى، بيقل انتاج احتياج الحيوان اذا كان يتغذى على المركزات ومواد العلف الخشنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يقل احتياج الحيوان للماء اذا كان يتغذى على مركزات ومواد العلف الخشنة؟ هل لو الحيوان بياخد او بيتغذى على مواد علف خشنة المية اللي هو يقدر ان هو هيقدر يدخلها جسمه هتبقى قليلة، ولا هتكون مية اصلا يبقى زيادة في المية تبقى كتير؟ اذا هنا الاجابة عندي اجابة خاطئة. ضرورة الغسيل الدوري لأحواض الشرب منعا لنمو الطحالب والفطريات. انا في داخل المزرعة لازم كل يومين ثلاثة لازم اغير الاحواض اللي هي موجودة، او ان انا بطهر الاحواض عشان خاطر بقايا الريم اللي هو موجود او الطحالب اللي هي موجود، عشان ما يحصلش عملية تقوقع للحوصلات والديدان، يقدر الحيوان ان هو يشرب الماء ويشرب معاها الديدان. يبقى انا بتخلص من الكلام ده كله عن طريق عملية الغسيل الدوري بالنسبة لاحواض الشرب. اذا الاجابة عندي اجابة صحيحة. مراعاة التجانس بين الحيوانات التي يتم نقلها في وسيلة النقل الواحدة. أنا مثلا عايز أنقل 10 حيوانات مع بعضهم إلى مكان آخر، بجهز العربية حسب حالة الحيوان وجسم الحيوان وأقول أن العربية دي هتقدر تسيع هذه الحيوانات. هل أحط حيوان وزنه 300 كيلو مع حيوان وزنه 100 كيلو؟ طبعا لازم أوزن بين الحيوانات كلها مع بعضها، وبنسب بالحيوانات كلها مع بعضها تبقى في أوزان زي بعضها، عشان منعا لعملية اللي هي النطح أو مع عملية التغلب حيوان على حيوان آخر داخل الوسيلة. يبقى إذن الإجابة عندي إجابة صحيحة. عدم إلقاء المخلفات الحيوانية بالطرق أو العنابر حفاظا على النظافة العامة للمجزر. أنا لو بذبح في داخل تبع المجزر اللي هو موجود عندي في داخل المجازر اللي موجودة، أنا مرميش اللي هو بقايا الحيوانات سواء كان بقايا الكرش أو بقايا الأرجل أو بقايا القرون إلى آخره من الحاجات اللي هي بيتم إعدامها أو بتتحول إلى منتجات أخرى، ما برميهاش داخل المجزر. إذا الإجابة عندي هنا إجابة إيه؟ تمام، إجابة صحيحة. من أقدم سؤال بقى تاني بشكل تاني زي ما تحدثنا مع بعض في بداية الحلقة، وقلنا لو جالك سؤال وقال لك أكمل العبارات التالية، بيجيب لك مجموعة من العبارات
وإيه أنت هتكمل كل عبارة بما يناسبها من هذه العبارة. من أقدم وأهم حيوانات اللحم في فرنسا ولونه كريمي هو حيوان إيه؟ إحنا لسه قلناه بشكل تاني أو بصورة أخرى أو في موضوع سؤال تاني، وهو حيوان الشارولي اللي هو الحيوان اللي لونه كريمي، وده أصلا نشأ في فرنسا. وجود الأحياء الدقيقة بالكرش يساعد في عملية الهضم عن طريق ايه؟ انا عند الاحياء الدقيقة اللي هي موجودة في الكرش بتساعد في عملية الهضم عن طريق حاجات معينة بتقدر تهضم المكونات الغذائية اللي بتغذى عليها هذا الحيوان. اذا عن طريق عملية التخمر والتحلل، والانزيمات بتشتغل والميكروبات بتشتغل عشان تقدر تحلل لي كل الاغذية الموجودة الى صورة غذاء مهضوم قابل للامتصاص ويقدر يتغذى عليه هذا الحيوان. النمو هو زيادة في وزن الجسم نتيجة زيادة معدل ايه؟ انا في عندي فرض ان هو بيزيد، يعني بينمو، يعني بيرتفع، يعني بيزداد حجمه. هو زيادة في وزن الجسم نتيجة زيادة معدل البناء، كل ما بيزيد معدل البناء كل ما بيزيد معدل النمو بالنسبة لهذا الحيوان. ينتج الحيوان أول جميطة جنسية عند العمر الذي يصل فيه إلى مرحلة إيه؟ هل مرحلة البلوغ الجنسي ولا مرحلة النضج الجنسي؟ أنا سمع واحد بيقول لي فعلا عندي مرحلة البلوغ الجنسي، لكن مرحلة النضج الجنسي اللي هي مرحلة متأخرة بالنسبة لهذا الحيوان، لكن البلوغ الجنسي ده بيتم عنده إنتاج أول جميطة جنسية، سواء جميطة جنسية ذكرية أو جميطة جنسية أنثوية عند مرحلة البلوغ الجنسي. لرفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية يتم بمعاملتها بغاز ايه؟ انا عشان ارفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية سواء كانت القش او الادبان او بقايا المحاصيل عايز ازود فيها نسبة البروتين، يبقى انا بعمل ايه؟ بروح جاي واضع امونيا في داخل كومة من كومة القش عشان برفع نسبة البروتين من 1 إلى 9% او الى 11% بالنسبة للادبان. يشترط لإنشاء مصانع أعلاف الحصول على ترخيص منين؟ أنا عشان أنشئ مصنع أعلاف لازم أخد ترخيص منين؟ هاخد ترخيص من الجامعات؟ هاخد ترخيص من المعاهد؟ لا، في جهات متخصصة باخد ترخيص من وزارة الزراعة اللي هي موجودة عندي، لأن مصانع الأعلاف بصفة عامة بتكون خاضعة لوزارة الزراعة. لحماية الحيوانات من أشعة الشمس في المساكن يجب توفير إيه؟ أنا عشان أقدر أحمي هذا الحيوان زي الشمسية يبقى أنا لازم أوفر إيه؟ تمام، برافو، لازم أوفر مظلات موجودة عندي عشان تقدر تحمي هذه الحيوانات من أشعة الشمس اللي موجودة أثناء الأيلولة أو أثناء فترة النهار. تتناسب ساعة المسكن مع كثافة إيه؟ إحنا قلناها في نقطة تانية أخرى قبل كده، اللي هي انه قلنا لازم عدد الحيوانات الموجودة تناسب المسكن اللي هو موجود او تناسب مساحة المسكن اللي هي موجود. اذا تتناسب سعة المسكن مع كثافة وعدد الحيوانات اللي انا هربيها في هذا المسكن. تقدر المكررات الصحيحة من العلائق طبقا لإيه؟ أنا عشان أقدر أقدر قيمة العليقة لهذا الحيوان أشوف هل الحيوان ده هو أحط له عليه إنتاجية أو الحيوان أحط له عليه حافظة وهدي له قد إيه، كام كيلو، أدي له 2 كيلو، أدي له 4 كيلو، أدي له 6 كيلو، أدي له 8 كيلو. يبقى أنا بقدر المكررات الصحيحة من العلائق طبقا لمعدل النمو بالنسبة لهذا الحيوان. في حيوان بيزيد مثلا في اليوم حوالي 600 جرام أو 700 جرام زي الأبقار المصرية اللي موجودة عندي، لكن في حيوانات أخرى بتصل معدل الزيادة اليومية لها من 1 إلى 1.5 كيلو جرام في اليوم، زي حيوان الهيرفورد، زي حيوان الليموزين. هذه الحيوانات معدل الزيادة اليومية بتاعتها بتبقى أسرع، يبقى أنا بقدر كمية العليقة بالنسبة للحيوان حسب معدل النمو أو حسب سرعة النمو. طب انا هجيب سرعه النمو بتاع هذا الحيوان ده ازاي؟ يعني مثلا انت سعادتك عايز تقدر سرعه نمو اي حيوان او اي كائن حي، بتعمل ايه بالنسبه لهذا الحيوان؟ بتيجي مثلا في يوم معين، يعني يوم واحد او يوم اتنين او يوم تلاته حسب اليوم اللي انت هتزن فيه هذا الحيوان، بتوزن الحيوان، طلع مثلا حيوان عندي 100 كيلو، بعد 10 ايام بروح جاي وزن هذا الحيوان، طلع الحيوان عندي 100 كيلو و10.
بطرح الفرق بين الاثنين، بين الوزنه الثانيه من الوزنه الاولى، واقسم على الفتره الزمنيه اللي هي العشر ايام عشان اقدر احصل على معدل الزياده اليوميه اللي هي سواء كانت 600 جرام او 700 جرام. وطبعا معدل الزياده اليوميه بيختلف حسب الحيوانات اللي موجوده، هل هي ابقار، هل هي جاموس. البقر المصري من 600 الى 700 جرام في اليوم، يعني نص كيلو 100 جرام. اما الجاموس ساعات بيبقى حوالي مثلا 450 الى 600 جرام، بيبقى اقل، لان معدل سرعه البقر المصري اعلى من معدل سرعه الجاموس. دي في الفتره المتاخره، لكن في الفتره المتقدمه في مرحله البناء بلاحظ ان معدل نمو الابقار المصريه اقل من معدل نمو الجاموس المصري اللي هو موجود عندنا في مرحله البناء، يعني حتى مرحله 150 كيلو. بعد ما بيزيد عد على هذه المرحله بيبدا يحصل العكس بقى تاني. في برضو عندي حيوانات زي مثلا الهيرفورد او الليموزين او السيمنتال او الشاروليه او السنتا جروترودس، هذه الحيوانات معدل النمو بتاعها بيزيد، بيصل زي ما قلت حضرتك من كيلو الى كيلو ونص. هذا المعدل يبقى انا لازم اقدر كميه الزياده اليوميه لهذا الحيوان ووضع كميه العليقه المناسبه لكميه الزياده اللي هي موجوده. طب انا لو انا حطيت مثلا كل يوم 10 10 كيلو وجيت في مرحله معينه لقيت هذا الحيوان ان هو وصل الى الماكسيمم بتاعه، بمعنى ايه؟ خلاص هو سيبت عندي حوالي مثلا انه كل يوم بيزيد كيلو او كيلو ونص، كل بكتر له عليقه لو هرفع لو بياخد 10 هديله 15، هو هيديني نفس الزياده. يبقى انا بقف عند هذا الحد، الحد اللي انا بقف عنده دوت اسمه الحد الاقتصادي لعمليه التسمين. الحيوان بعد كده هيصل الى مرحله الشيخوخه، يعني هيصل الى مرحله الهدم، هيصل الى مرحله النزول بالوزن او معدل الكفاءه الانتاجيه بتاعته يبدا يقل. في اللحظه ديت بيبقى الحيوان دخل لمرحله التسمين، بس بيختلف طبقا لنوع وسلاله الحيوان اللي انا اصلا بربيه داخل مزرعه التسمين اللي هي موجوده عندي. تعال نشوف برضو نقطه اخرى من صوره اكمل. بالنسبه لاسئله اكمل، بتظهر من القواطع المستديمه في قواطع الحيوان عند عمر 3.5 الى 4 سنين، يعني عند عمر 3 سنين او 4 سنين بتظهر نوع من القواطع. احنا عرفنا القواطع المستديمه بتظهر بعد القواطع اللبنيه، القواطع اللبنيه بيتغير لونها الى الاصفرار، ثم يحصل تبديل بالقواطع اللبنيه الى الاسنان اللبنيه الى القواطع المستديمه. بس عند عمر 3 سنين ونص الى 4 سنين بيظهر حاجه عندي اسمها بيظهر القارحان اللي هو السمانيان. يجب ان يوقف التسمين قبل وصول الحيوان الى عمر زي ما قلنا الى عمر النضج الجنسي، لان الحيوان لو وصل الى نهايه العمر الجنسي خلاص هو بعد كده مش هيفكر الا انها في مرحله الهدم. لكن حيوان التسمين المقصد منه ان انا برفع الكفاءه الانتاجيه بتاعته وبزود الاكل بتاعه عشان يقدر الحيوان يرمي لي لحم، لكن لو وصل لمرحله النضج الجنسي هيبدا هذا الحيوان يحصل له عمليه تفريغ او عمليه هدم لهذا الحيوان، ويبدا يقل انتاجه بالنسبه ل إنتاج اللحم. طيب الذرة والشعير والدنيبة من مواد العلف المركزة، طبعا عارفين الذرة والشعير والدنيبة وكل البذور أو كل البقوليات أنا ديت من مواد علف خام، أنا بدخلها عندي من ضمن المواد العلف نيين، هل المواد العلف المركزة؟ هل المواد العلف الجافة؟ هل المواد العلف المالئة سواء كانت خضراء أو جافة صيفية أو شتوية؟ هي طبعا من مواد العلف النباتية. إذن الذرة والشعير والدنيبة من مواد العلف النباتية. طب الملاس، احنا عارفين الملاس ناتج من ايه؟ من مخلفات ايه؟ تمام، ناتج من مخلفات مصانع السكر. اذا الملاس اللي هو زي العسل او الدرجة الرديئة بالنسبة لدرجات العسل الاسود، ده بينضاف الى العليقة يوميا بالنسبة لحيوان التسمين، وده ناتج من مخلفات مصانع السكر. يبقى انا اذا في المنتجات اللي هي موجودة عندي سواء كانت المنتجات النباتية او المحاصيل النباتية او المحاصيل اللي هي او المنتجات الحيوانية، انا ما برميش كل حاجة، انا بحاول استفاد من كل منتج او كل مستخلص من هذه المواد ودخله في عملية أخرى. زي الملاس مثلا ما بدخل في عملية أن أنا بضعه على العليقة عشان يرفع الكفاءة الإنتاجية في التغذية بالنسبة لحيوان التسمين، وبيرفع من معدل الفيتامينات اللي هي موجودة ومعدل الحديد اللي هو موجود في الملاس. يراعى ألا تزيد نسبة المواد الخشنة عن نقط لعجول التسمين. هل ما أجي بكون أو بحط المواد الخشنة لعجول التسمين أخليها بنسبة 20%
20% او 30% او بخليها بنسبه ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي بنسبه 40%. يقدم اللبن الفرز للعجول بعد اجراء عمليه نقط مباشره. يعني ايه اللبن الفرز؟ اللبن الفرز طبعا احنا باخدت الحليب من داخل مصانع الالبان او داخل من عند المربي وبوديه الى مصانع الالبان عشان تطلع القشطه ثم تطلع الزبد او السمن فيما بعد. فانا عايز اغذي العجول، احنا عارفين انت في تغذيه العجول على اللبن الفرز او اللبن الشرش او اللبن الخض او اللبن الطبيعي، دي كلها طرق تغذيه الحيوانات اللي هي في مرحلة الرضاعة الطبيعية بالنسبة للحيوان او في مرحلة الرضاعة الصناعية بالنسبة لهذا الحيوان. يبقى انا بقدم اللبن الفرز مباشرة بعد عملية الفرز مباشرة بالنسبة لحيوان التسمين، بعد ما افرز اللبن مباشرة، يعني ما سيبش اللبن يركن، لان لو ركنت اللبن هيحصل له عملية تجبر وتخمر الى اخره، هيتنشط الميكروبات يجي يتغذى عليه العجل هيصاب باضطرابات هضمية. يبقى انا بعد عملية الفرز مباشرة لازم اخد هذا اللبن وابدأ اغذي به هذا الحيوان في مرحلة الرضاعة الطبيعية او الرضاعة الصناعية. هنا يقدم اللبن الفرز، اللبن الفرز دوت بيكون درجة حرارته 36 درجة مئوية. يبقى اذا النقطتين دول مرتبطين مع بعضهم، بقدم لبن الفرز بعد عملية فرز اللبن مباشرة لان بيكون لسه اللبن سخن درجة حرارته 36 درجة. لكن انا لو بردت اللبن عن هذا الدرجة مثلا وصل 30 او 32، هذه العجول بتصاب بالاضطرابات الهضمية ثم بعد عملية الإسهال لهذه الحيوانات. عملية شق بطن الحيوان وإخراج أحشائه، هذه العملية بتسمى إيه؟ يعني إيه عملية شق بطن الحيوان؟ طبعًا إحنا عارفين إن بعد عملية الذبح بالنسبة لهذا الحيوان بتكون هناك عملية اسمها عملية السلخ. بعد عملية السلخ اللي هي إزالة الجلد من على الذبيحة اللي هي موجودة، هيبدأ بعد كده إن هو يخرج الأحشاء اللي هي موجودة، يبقى معنى ذلك بيجوف، تمام برافو، بيجوف الذبيحة بالنسبة لهذا الحيوان. يبقى إذن عملية شق بطن هذا الحيوان هي عملية التجويف بالنسبة لهذا الحيوان عشان يخرج الكرش ويخرج الكبد ويخرج الأحشاء اللي هي موجودة عشان يقدر بعد كده يقطع الذبيحة ويبدأ يستخلص اللحم من العظام اللي موجودة على ذبيحة هذا الحيوان. نوع من اللحوم ناتج من العجول الغير ناضجة. احنا عندنا كذا نوع من انواع اللحوم، احنا قلنا في عندنا العجول البيتلو، في عندنا العجول اللي هي البتلوني يعني لحم البتلوني، في عندنا لحم البتلوفي، في عندنا لحم الشمبري، في عندنا لحم الكندوز. يعني عندنا اربع انواع او خمس انواع من انواع اللحوم اللي هي موجوده. طب العجول اللي هي عندها عمر 40 يوم او 50 يوم بالنسبه للعجول اللي هي الجاموس اللي هي الرضيعه، اما اجي اخد اللحم اللي هي موجود لو ناتج اللحم من العجول الغير ناضجة، هذا اللحم بيكون لحم البتلو. يبقى إذا وصل إلى مرحلة 40 إلى 50 يوم بعد عملية الرضاعة، ودي بلاحظها غالبا في العجول الجاموسي. يبقى إذا بحصل على لحم البتلو من العجول الجاموسي الغير ناضجة. سائل يحتوي على الملاس واليوريا والأملاح المعدنية والفيتامينات. هو في سائل بيحتوي على كل هذه المركبات، سواء كان ملاس اللي هو ناتج من عملية مصانع القصب أو اليوريا أو الأملاح المعدنية أو الفيتامينات. هذا السائل بسميه سائل المفيد. يبقى إذن المفيد عندي هنا يبقى هو أكبر حجما وأوسع من الملاس، إن المفيد هنا بيحتوي على الملاس واليوريا والأملاح المعدنية. هذا المفيد بضعه برضو على رشا على العليقة بالنسبة للحيوان عشان يقدر إن هو يبقى فيه مصادر الفيتامينات والكربوهيدرات والأملاح المعدنية اللي هو بيقدر الحيوان يتغذى عليها عشان يقدر يكون أجزاء اللحم اللي هي موجودة على ظهر هذا الحيوان. يجب توفير ميزان طبلي، أنا لازم أوفر ميزان طبلية فعلا عشان أوزن هذه العجول، وموزن هذه العجول بوزنها عند عمر كام؟ كل أسبوعين. يعني كل أسبوعين بزن هذه العجول اللي هي موجودة عجول التسمين عشان أقدر أقف على معدل استجابة هذه الحيوان من العلائق، أو إن الحيوان يعني ما بيستجيبش لهذه العليقة، وبقوم بالتخلص من هذا الحيوان عندما يحدث إن هو عدم استجابة لعملية تكوين اللحم على أجزاء الجسم. في الأحواش المفتوحة بيخصص نقط
لكل عجل من مساحة الاسطبل في الأحواش المفتوحة. احنا عندنا نوعين من الأحواش، في أحواش مربوطة أو مظلات، في أحواش مربوطة، وفي عندي مظلات في أحواش سائبة اللي هي الحرة اللي هي الطليقة. في الأحواش المفتوحة اللي هي هنا يقصد الطليقة، بيخصص مساحة قد إيه لكل عجل من مساحة الاسطبل اللي هو موجود؟ بيخصص مساحة 5 متر مربع لكل عجل من هذه العجول عشان يقدر العجل يتحرك في داخل هذه الأحواش اللي هي مفتوحة. الإراحة الكاملة للحيوان قبل عملية الذبح. يعني إيه كلمة الإراحة الكاملة للحيوان قبل عملية الذبح؟ هل الإراحة دي بتؤثر تأثير إيجابي على إتمام عملية إيه؟ يعني إيه الإراحة؟ أنا بريح الحيوان على أحد شقيه، سواء كان على أحد الشق الأيمن أو الشق اللي هو الأيسر، بعد تكتيف هذا الحيوان والتمكن من هذا الحيوان. يبقى أنا ما بريح هذا الحيوان، يعني عملية كلمة الإراحة الكاملة بخلي الحيوان منبطح عشان أقدر أقوم بعملية الذبح. هذه العملية أو الإراحة اسمها عملية إيه؟ بتؤثر طبعا على إتمام عملية النزف بالنسبة للحيوان عندما أمرر السكين داخل أو على قصبة هذا الحيوان أو على ركبة هذا الحيوان عشان يقدر ينزف لكمية الدم اللي هي موجودة داخل الجسم الحيوان. يتم حقن المخلفات الزراعية بغاز الأمونيا اللي هو غاز النشادر. العملية دي بسمها عملية إيه؟ تمام، واحد بيقول لي عملية النشدرة. فحص الكبد بعد الذبح للتأكد من خلوه من ايه؟ بعد اتمام عملية الذبح وعملية تجويف الذبيحة واستخلاص الأحشاء الداخلية واستخلاص الكبد واستخلاص القلب، كل الحاجات دي كلها لازم اكشف على اجزاء الذبيحة اللي هي موجودة. فما باجي اكشف على اجزاء الذبيحة الموجودة من ضمنها الكبد عشان اتأكد ان الكبد خالي من ايه؟ تمام، خالي من الديدان الكبدية اللي هي موجودة داخل الكبد. لو لقيت الحيوان او الكبد خالي من الديدان الكبدية اللي هي موجودة، اقدر اقول ان الذبيحة او الحيوان ده قبل عملية الذبح كان في كامل قواه اللي هو الصحية والبنائية او الشروط الصحية الملائمة للحيوان عليه قبل عملية الذبح. لو تطرق الى نوع اخر من الاسئلة زي ما تحدثنا، اقول لك هيجي لك كذا نوع من انواع الاسئلة، زي اسئلة مثلا هنا معايا عمودين، يجيب لك عمود سين وعمود صاد، يقول لك صل من العمود او اختر من العمود صاد ما يناسب العبارة او العمود سين. بمعنى ايه؟ التخلص من اجزاء الذبائح المصابة بالمجزر يلزم وجود ايه؟ يلزم وجود محرقة. يبقى لازم انا عشان اقدر اتخلص من اجزاء الذبيحة اللي هي الموجودة او المصابة عندي، لان انا بكشف على الحيوان داخل المجزر، لقيت فيه قطعة من هذا الحيوان مصابة، بقدر اتخلص من هذه القطعة وبضعها في المحرقة. لان انا قلت من شوية ان انا ما برميش مخلفات الحيوان او مخلفات الذبح بالطرق والمجازر الموجودة داخل السلخانات او داخل المجازر اللي هي موجودة، بان لازم اضع الحاجات دي في داخل محرقة عشان ما تعديش او ما انتشرش في البيئة المحيطة عندي. للتخلص من الطفيلات الخارجية على جسم الحيوان بتعامل ايه؟ بتعامل بعملية الرش. انا عندي في حيوانات عندها طفيلات خارجية على 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 خارج جسم الحيوان، يبقى انا لازم ارش هذا الحيوان سواء باي نوع من انواع المطهرات او بالتعفير عشان اقضي على كل الديدان او كل الحشرات اللي هي موجودة على جسم هذا الحيوان. توجد ماكينات تشكيل العلف في المصانع بقسم ايه؟ ماكينات تشكيل العلف بتكون موجودة في الحتة، بتكون موجودة في قسم، تمام، في قسم التصنيع. الليفة العضلية، الليفة العضلية هي الوحدة البنائية لتكوين ايه؟ انا عندي قطعة اللحم اللي هي موجودة عندي، قطعة اللحم عبارة عن ألياف عضلية موجودة يتخللها طبقات رقيقة من الدهن. هذه الطبقات الرقيقة من الدهن في النهاية بنقول عليه الدهن المرمري اللي هو منسجم مع الألياف العضلية. الألياف العضلية الطولية دي كلها مجموعة من الألياف، يبقى إذن قطعة اللحم عبارة عن مجموعة من الألياف بيتخللها الدهن المرمري، وبنطلق عليه هنا الدهن المرمري. إذن الليفة العضلية هي الوحدة البنائية لتكوين اللحم. علف اخضر محفوظ
بمعزل عن الهواء. طبعا احنا عارفين ان في فترات بتيجي على الحيوان زي فترات عجاف بالنسبه للحيوان، سواء كان فتره انتقال من العلاقه الصيفيه الى العلاقه الشتويه، او من العلاقه الشتويه الى العلاقه الصيفيه. ففي بعض الاعلاف انا بخزنها، اما بخزن هذه الاعلاف اللي هي الخضراء دي بدون معزل عن الهواء، في اللحظه دي بسميها ايه؟ تمام، بسميها السلاج. نسبة البروتين في علائق العجول عند الفطار بتكون كام؟ هل هي 60% ولا 18%؟ أنا سامع واحد قاعد بعيد بيقول لي 18%، تمام، برافو عليك، إذا الإجابة عندي هنا 18%. نسبة تواجد حيوان الكنانة في إيطاليا، حيوان الكنانة في إيطاليا بيتكون بنسبة كام؟ بيتكون بنسبة 60% من جملة الحيوانات أو من انتشار الحيوانات في إيطاليا. يربى اساسا كحيوان ثنائي الغرض، هل هو السيمنتال؟ تمام، لان السيمنتال هو لونه ابيض او احمر، وكذلك السيمنتال بيستعمل في الخلط مع بعض الانواع الاخرى، لان السيمنتال من الانواع اللي هي الاجنبيه ثنائيه الغرض، بيديني انتاج لبن وبيديني انتاج لحم، فبيفضل ان يخلط الحيوانات اللي هي موجوده سواء كانت حيوانات لبن او حيوانات لحم، بيخلطها يعني بيدرجها يعني بيزوجها مع حيوان السيمنتال عشان يحسن النسل اللي موجود، وده صار عندي في حاجه اسمها قوه الهجين بالنسبه لهذا الحيوان اللي هو الحيوان الناتج. نشأ في وسط فرنسا وتستخدم ثيرانه في الجر في العديد من البلدان، ايه هو هذا الحيوان؟ طبعا حيوان الليموزين، اجابه صحيحه. ماشية نتجت بالتزاوج بين ذكول البراهمة وأبكار الهرفورد، طبعا احنا عارفين ماشية البيف ماستر هي اللي نتجت بين ذكور البراهمة مع إناث الأبكار من الهرفورد. توجد قواطع الماشية في الفك، هل الفك السفلي؟ تمام، إجابة صحيحة، في الفك السفلي. الوقت المناسب لشراء عجول التسمين خلال شهري ايه؟ اما اجي اختار عجول تسمين لازم اختار العجول التسمين دي في خلال شهر مايو وشهر نوفمبر. طب ليه شهر مايو وشهر نوفمبر؟ شهر مايو هو انتهاء محصول العلف الاخضر بالنسبه لهذا الحيوان، اذا المعروض كتير في السوق والطلب عليه قليل، يبقى انت عندك فرصه للاختيار في داخل الاسواق او داخل عند المربين او عند الفلاحين او عند اللي هو التجار اللي هو تجار الحيوانات او في المراكز العلميه او في محطات الانتاج الحيواني. بيبقى في فاصل بين شهر مايو اللي هو فاصل بين العلائق الخضراء اللي هي انتهاء محصول البرسيم مع العلائق الجافه، فبالحيوان ده في اللحظه دوت كل الفلاحين اللي موجوده فبتعرض حيواناتها في السوق لان بيقل العلف الاخضر، فبتلاقي سعرها قليل وبيقبل والطلب قليل، فتلاقي الحيوانات معروضه بكميه كبيره وتقدر تشتري او ان تقدر تميز بين حيوان واخر وتفاضل بين حيوان وحيوان اخر عشان تقدر تحصل على حيوان سليم في نهايه عمليه التسمين من خلالك لاختيارك لحيوان التسمين. اذا الوقت المناسب لشراء هذه العجول في نوفمبر. طيب في فتره تانية اللي هي في مايو، احنا قلنا مايو بعد البرسيم، طب نوفمبر؟ يبقى نوفمبر بعد انتهاء العلائق الجاف الخضراء الصيفيه بالنسبه لهذا الحيوان، ودخول بعد ذلك العلائق اللي هي الشتويه الخضراء، ففي شهر 11 او شهر 10 بيبقى في فاصل بين الاثنين، الطلب بيكون قليل على هذه الحيوانات والمعروض بيكون كتير في السوق، فانت تقدر سعادتك تختار او تشتري او تفاضل بين الحيوانات الاخرى وعينك تقع على احسن حيوان وافضل حيوان تكون باختياره حسب المواصفات اللي انت عارفها بتاع حيوان التسمين، اللي هي العيون براقه، المخ منده، الجسم شكل حيوان اللحم، القوائم منتصبه وقصيره، ده نموذج حيوان اللحم، الرقبه بتكون تخينه او سمينه بالنسبه لهذا الحيوان، الراس بتكون مربعه، الجسم يكون متوازي مستطيلات او على شكل برميلي، طبعا بخلاف الجلد لامع، كذلك عندي الاعين براقه والمخ منده، دي كلها علامات بالنسبه علامات توحي لعجول التسمين او بحطها في الاعتبار عند اختياري او عند شرائي لعجول التسمين اللي هي موجوده في المزارع او موجوده في الاسواق اللي هي معروضه. تعال نشوف نوعيه اخرى من الاسئله زي اختار برضو من العمود الثاني. الرقبه والسن والدوش والكتف او قشرة اللوح أو الموزة من الأربع نهين،
هل الأربعة الأمامية ولا من الأربعة الخلفية؟ طالما قلنا الرقبة وقلنا السن اللي هو بين الرقبة اللي هو بين الفخذين ثم الكتف أو قشرة اللوح أو الموزة، دي كلها من الأربعة الأمامية بالنسبة لهذا الحيوان. لكن الفخذ وعرق الفليتو وبيت الكلاوي والبطن أو السرة أو الموزة من الأرباع الخلفية بالنسبة لهذا الحيوان. إذا هنا عندي فيه هنا نقطة مشتركة بين الاثنين، في عندي الموزة في الربع الأمامي وفي عندي الموزة في الربع الخلفي، لكن عرق الفليتو اللي هو موجود اللي احنا بنسميه بالسمرار بيبقى موجود في الفخذ يعني في النصف الخلفي من الحيوان. الدهن الموجود في منطقة الفراغ الصدري يسمى دهن الحلويات، تمام، برافو عليك، إجابة صحيحة. الدهن المترصف في منطقة الفراغ البطني، في عندي دهن بيبقى مترصف في منطقة الفراغ البطني، ودهن بيت الكلاوي ودهن الغشاء البريتوني المغلف للأمعاء بيسمى دهن ايه؟ بيسمى دهن المنديل. وازاي بيسمى دهن المنديل؟ لو انت خدت اللي هو اللي هو بيبقى مغلف للأمعاء ومغلف للكرش، لو خدت هذه قطعة من الدهن بتلاقيها زي دهن المنديل، ودي اللي هو بتخش في عملية اما تيجي سعادتك تروح تشتري طرب من عند احد اللي هو الكبابجية او اللي هو جماعة بينتجوا اللحوم للاستهلاك الطازج للإنسان، بتلاقي فيه طبقة رقيقة خالص بيلف بها اللحم اللي هي موجودة اللي هو الطرب، فبيقول لك عليه اسمه الدهن المنديل، وده بيبقى يعني بيسهل في عملية الهضم او عملية الطهي بالنسبة لقطع اللحم اللي هي موجودة بالنسبة للحيوان. نسبة وزن الذبيحة الى الوزن القائم للحيوان قبل الذبح، النسبة دي بسميها ايه؟ يعني ايه نسبة وزن الذبيحة الى الوزن القائم؟ احنا عندنا في وزن قائم للحيوان، احنا قلنا في البداية في حيوانات بتزن حوالي 400 كيلو او 500 كيلو او 600 كيلو او طن، ده وزن قائم. يعني ايه نسبة وزن الذبيحة بعد ما ذبحت هذا الحيوان؟ انا تخلصت من هذا الحيوان بعملية الذبح، يبقى انا بوزن الذبيحة وبطرح الفرق بين وزن الذبيحة من وزن الحيوان قبل عملية الذبح في اللحظة دي، تمام، بسميها اسمها نسبة التصافي بالنسبة لهذا الحيوان. بتصل نسبة التصافي بالنسبة لهذا الحيوان الى 80%. يعني ايه؟ امال ال 200% عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرأس والارجل والجلد والحوافر الى اخره، يبقى دي اسمها نسبة التصافي. كذلك في نفس الوقت برضو الأحشاء الداخلية، يبقى أنا كده جوفت الذبيحة، كلمة هنا ذبيحة إن الحيوان بدون جلد بدون رأس بدون أرجل بدون أحشاء داخلية، دي بسميها الذبيحة بالنسبة لهذا الحيوان. إذا النسبة دي ما جوزنها اسمها نسبة التصافي. طب نسبة التشافي في ماشية اللحم الأجنبية بتصل إلى كام؟ بتصل إلى نحو 88%، طبعا إجابة صحيحة. نسبة وزن اللحم والدهن مجتمعين إلى وزن الذبيحة طازجة اللي هي بسميها نسبة التشافي. يعني ايه تاني نسبة التشافي؟ انا بعد ما خدت الذبيحة وجوفت الاحشاء الداخلية اللي هي موجودة في الذبيحة وشلت الجلد، اصبح الذبيحة بقت 4/4 زائد اللي هي الفقرات الظهر او الفقرات القطنية بتاع هذا الحيوان، دي اسمها ذبيحة. طب انا عايز اوزن الذبيحة دي مثلا طلعت لي حوالي 500 كيلو والحيوان كان وزنه مثلا 600 كيلو، يبقى اقول ال 100 كيلو عبارة عن جلد ورأس وارجل، ال 400 كيلو فاضلين او ال 500 كيلو فاضلين عبارة عن وزن الذبيحة، طب هيطلع منهم قد ايه تاني لحم؟ النسبة دي هتطلع نسبة اللحم مقابل نسبة العظم اللي هي موجود، بسميها في اللحظة دي لحم مشفى. ممكن اخد العظم ده اوزنه واخد اللحم ده اوزنه واشوف اهو اجمع الاثنين على بعضيهم هيديني هما هيديني وزن الذبيحة اللي هي كانت موجودة عندي بدون الاحشاء بدون الارجل بدون الرأس بدون الجلد بدون القرون، دي كلها عبارة عن ذبيحة الحيوان او اسمها نسبة التشافي بالنسبة لهذا الحيوان. لكن نسبة التصافي بالنسبة لهذا الحيوان عبارة عن ايه؟ في العجول البقري البلدية المسمنة بتتراوح بين كام؟ بتتراوح بين 52 إلى 58%، دي اسمها نسبة التصافي. لو جه نوع تاني من الاسئلة، يعني ايه نوع تاني من الاسئلة؟ زي مثلا اسئلة مقال وقال لي ايه؟
بيتخذ منحنى النمو بعد الولادة شكل حرف اس. يعني ايه مرحلة النمو بعد الولادة؟ انت وانت صغير بتبدأ الحيوان يبدأ يزيد 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 لحد ما يصل الى مرحلة معينة ويبدأ هذا الحيوان يقل. اذا الحيوان هنا عندي بيمر باربع مراحل من مراحل النمو: مرحلة الثبات، مرحلة الزيادة اليومية المتناقصة، المرحلة الأسية، مرحلة الشيخوخة. دي الاربع مراحل. هنا السؤال بقى بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي مرحلة النمو بيتخذ شكل حرف اس. تكلم عن اتنين بس، عن الزيادة الأسية ثم مرحلة الشيخوخة. هل مرحلة البناء في مرحلة الزيادة الأسية بيزيد ولا هو بيزيد في مرحلة الشيخوخة؟ تعال نشوف مع بعض الإجابة بتاعتنا. في مرحلة الزيادة الأسية بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان معدل نمو الجسم بيزيد بدرجة كبيرة تفوق اي مرحلة من مراحل النمو الاخرى. دي مرحلة زيادة أسية زي ما احنا شايفين في الجدول كده مع بعض، بتلاقي المرحلة على شكل حرف اس في ازدياد. دي المرحلة دي اسمها مرحلة الأسية. لكن المرحلة التانية اللي هي مرحلة الشيخوخة بيتوقف النمو ويصبح معدل الهدم بالنسبة للحيوان اكبر من معدل البناء. بمعنى ايه؟ بمعنى انا قلت لك في البدايه خالص ان بدي الحيوان حوالي 10 كيلو او 12 كيلو حسب معدل النمو بتاعه او حسب مرحله الزياده بتاع اليوميه بتاعه. طب كل يوم بزود، طالما الحيوان بيزيد انا بزود الاكل، طالما الحيوان بيزيد يبقى انا بزود المكررات، لحد ما يصل الى مرحله نهايه اللي هي مرحله الشيخوخه. لو انا زودت الاكل هيبدا الحيوان مش هيزيد، هيبدا الحيوان يقل. المرحله ديت بيحصل فيها هدم للخلايا الجسم اللي هي موجودة في مرحلة الشيخوخة، فبيصبح معدل الهدم أكبر من معدل البناء في أنسجة الجسم. سؤال تاني برضو بشكل تاني، هو السؤال بيقول لي ايه؟ اذكر اهم المواقع التي يترسب فيها الدهن بجسم الحيوان. طبعا احنا عارفين دهن الحيوان بيترسب في مواقع كثيرة من مواقع جسم الحيوان. عندي الدهن السطحي. يعني ايه الدهن السطحي بالنسبة للحيوان؟ الدهن السطحي بالنسبة للحيوان عندي بعد ما اذبح هذا الحيوان وبشيل الجلد اللي هو موجود على جسم هذا الحيوان عن طريق عملية السلخ بالنسبة لهذا الحيوان، بلاقي فيه طبقة عندي سميكة كده او طبقة رقيقة بتختلف حسب طبيعة الحيوان او حسب سلالة كل حيوان. بلاحظ ان فيه طبقة مرتفعة سميكة من الدهن او طبقة بسيطة من الدهن. طبعا زي ما احنا قلنا بيختلف حسب سلالة الحيوان او حسب نوع الحيوان اللي هو موجود عندي. الدهن ده بسميه الدهن السطحي. طب في عندي دهن تاني؟ في دهن تاني احنا كنا تطرقنا ليه في صورة من موضع سؤال اخر، اللي هو دهن المنديل. دهن المنديل ده بيحاط بايه؟ بيحاط بالغشاء البريتون اللي هو موجود، بيحاط بالكليتين، بيحاط بالاحشاء الداخلية اللي هي موجودة، بيحاط بكل انسجة الجسم اللي هي الداخلية، اللي هي الانسجة البطنية، اللي هي المصارين او الامعاء الى اخره. ده اسمه الغشاء البريتوني او دهن المنديل. طب في دهن تاني اسمه دهن المصاريقه، اللي هو دهن المصاريقه البطني، اللي هو دهن الامعاء، بتلاقيه ملتف حول الامعاء بتاع الذبيحه بالنسبه لهذا الحيوان، ده اسمه دهن الامعاء. في دهن تاني اسمه دهن الحلويات، اللي هو دهن الحلويات، والمقصود بها كده هنا الحلويات مش حلويات ان طعمها فيها نسبه عاليه من السكر، لا، احنا كلنا كبشر بنحاول ناكل حاجات اجزاء معينه من الذبيحه، وفي بعض مننا بيترك هذه الاجزاء وياكل اجزاء تانيه. الحلويات دي عباره عن ايه؟ عباره عن الرقبه والقصب الهوائيه والبنكرياس، دي اسمه دهن الحلويات. بتلاقي ده موجود داخل حوالين الرقبه والقصب الهوائيه بالنسبه للحيوان، او بتلاقيه جنب الكبد بالنسبه للحيوان عند البنكرياس. في دهن تاني اسمه دهن بيت الكلاوي. اما سعادتك تيجي تذبح الذبيحه وتقطع مثلا الكلاوي اللي هي موجوده، بتلاقي في طبقه رقيقه من الدهن على الكليه اللي هي موجوده. طبعا كل حيوان له كليتين، بتلاقي طبقه رقيقه. يبقى اذا ده موضع اخر من مواضع تكوين الدهن بالنسبه لهذا الحيوان. كذلك في دهن بين العضلات اللي احنا قلنا عليه الدهن اللي هو الدهن المرمري، اللي هو موجود بين الياف العضلات اللي هي موجوده بالنسبه لهذا الحيوان، ده بنطلع عليه اسمه الدهن المرمري. هذا الدهن بيدي الطعم الطراوه وبيدي النكهه
المطلوبة في قطعة اللحم اللي هي المستساغة اللي بيقبل عليها المستهلك أو بيقبل عليها الإنسان من هذه الدهون أو من هذه اللحوم. في دهن تاني أصلا أيضا اسمه دهن بين الألياف اللي هو الدهن المرمري. يبقى كل كلمة عن أنواع الدهون كلها اللي هي أماكن ترسيب الدهن بالنسبة للحيوان، عند دهن السطحي اللي هو على جسم الحيوان على جسم الذبيحة بعد الجلد، في دهن المنديل، في دهن الأمعاء، في بيت الكلاوي، في دهن الحلويات، في الدهن اللي هو الدهن المرمري اللي هو موجود بين الألياف العضلية أو قطع اللحم اللي هي موجودة، وده غالبا بيكون في منطقة الكتف، لكن منطقة الأفخاذ بتبقى نسبة الدهن المرمري فيها بتبقى ضعيفة. بيبقى عشان كده بنقول إن قطعة اللحم بالنسبة للأفخاذ بنلاقيها يعني ألياف عضلية متماسكة عن الألياف اللي هي موجودة في قطع اللحم الأخرى اللي هي موجودة زي بيت الكلاوي أو عظمة اللوح أو حول الكليتين أو الرقبة. دي أطرى أنواع الدهون اللي هي موجودة وبيتخللها الدهن المرمري اللي هو موجود بين الألياف في هذه المناطق. في سؤال تاني بيقول لي إيه؟ ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند تكوين عليقة متوازنة؟ يعني ايه؟ انا عايز اعمل عليقة متوازنة بالنسبة لحيوان التسمين، هل اجيب اي عليقة بالنسبة لحيوان التسمين واقدم هذه العليقة واقول للحيوان خد العليقة ديت وانت هتغذى عليها؟ طبعا الحيوان بيبقى شاطر جدا وبيبقى ناصح جدا ان هو الحيوان لو كانت العليقة غير مستساغة لا يقبل علي هذا الحيوان. انت سعادتك تقدر تاكل حاجة من غير ما نفسك تقدر حاجة تأكل حاجة بعد نفسك أصلا أنت ما انتش قابلها؟ يبقى إذن في شروط معينة عند تكوين هذه العليقة بالنسبة لهذا الحيوان. أول شرط من هذه الشروط أن تكون قابلة للهضم، كذلك بتكون مستساغة بالنسبة لهذا الحيوان، كذلك أيضا بيقبل عليها هذا الحيوان بشراهة. العليقة بالنسبة لحيوان التسمين هو الحيوان الوحيد اللي يقدر يقول لك العليقة ديت عليقة متوازنة أو عليقة غير متوازنة، بيبان من خلال ايه؟ بيبان من خلال تكوين اللحم ومعدل الزيادة اليومية بالنسبة لهذا الحيوان ومعدل البناء بالنسبة لهذا الحيوان. طبعا احنا اتطرقنا مع بعض الى مجموعة من الاسئلة، سواء كانت اسئلة مقال اللي هي ختمنا بيها، سواء كانت اسئلة صح وخطأ اللي احنا بدأنا بيها، سواء كانت اسئلة اكمل. كل دي نوعيات الاسئلة، ممكن يجي لك سؤال في سهولة صح وممكن يجي لك سؤال في سهولة اكمل، او ياخد نقطة من اكمل يحط لك في سهولة صح وغلط. اذا في توازن بين هذه الأسئلة والسؤال سعادتك اللي انت اصلا يتطرق الى بالك او الى فكرك على طول جاوبه وتطرق الى السؤال الاخر عشان ما تقدر تضيعش وقت بالنسبة لأسئلة هذه المادة. اعزائي سعدنا بكم في هذه الحلقة، على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة، وتمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.